شوفي قوم عم يدهولك. عم يدهولي؟ هدول اكيد بدهم يردولي على المقترحات اللي اقترحت عليهم. ايوانك ايوان ايوان جاي جاي. شوف هذا شو عمل في الدوامة؟ هو الطريق بالأساس له، بس نحن دخلنا عليه. يعني احنا غلطانين؟ لا مش غلطانين، هو داخل دوار يسار. تحرك راسك يمين يسار. اطلع. كثير انبسطنا اه عن جد. اذا بدك اليوم نطلع اوكي. ايه في محل بوظه ما فتنا له. بدي اقول لك شيء، بدي فل على البيت. ثانك يو كثير عن جد عذبتك معي. حياه اختي. رايحه هلا؟ طب ما شربنا شيء، ما عملنا حركات هيك. خليني وصلك على البيت. على وصلك البيت؟ ايه احسن ما تروحي لحالك. حياتي كنت توصلنا على البيت، ما اختي وخالتي وجوز خالتي كلهم قاعدين عندي بالبيت. معقول راسك؟ خلص بحكيك، قلت لك بحكيك، اوكي حياتي باي. باي. لا ابو ناصر لا، انا ما بقى اقبل بهذا الحكي. اخي شو هذا؟ لازم سافر فورا. انا شيخ شوفيريت الشام، ثلاث مرات ياخذوني ويجيبوني لحتى يعطوني الليسه. زيقتني يا ريال الله يهديك. انت شباب كل طلبات الزباين اليوم على حساب المحل. ها اسمع يا ابو جان، تعتبر هالمكان مكانك والبيت بيتك. انت صاحب المكان ونحن ضيوف عندك. ان شاء الله اللي ما توقف عيلك عدل، ساعات ربك كريم. بمعيه الله وبمعيتك يا ابو ناصر. بس قل لي هلا انا يعني شو لازم اعمل؟ انت ما تسوي شيء. هذا تروح العنوان هذا وربك كريم. لك روح الله يخلي لي اياك يا ابو ناصر. الله وكيلك، ما بعرف كيف بدي رد لك هالمعروف كله هذا اللي عم تعمله معي. انت تستاهل كل خير، ونحن حاضرين لعيوننا بضيات الشام، والشام كله وسوريا على راسك.